تونس استشرى فيها او انتشر فيها مستوى المستوى مستوى حالات الاصابه بهذا الشكل. احنا موجود معانا دلوقتي يعني ايه واحد من اهم المستشارين استشاريين الوبائيين اللي بيشتغلوا مع منظمه الصحه العالميه في منطقتنا في منطقه اقليم الشرق المتوسط دكتور امجد. برحب بحضرتك معانا يا فندم. دكتور امجد الخولي مساء الخير استاذ شريف. مساء النور يا فندم. هو هي متلخبطه كده ليه؟ يعني احنا الحمد لله الحمد لله الامور عندنا بتتحسن، لكن تونس اللي كانت بتتعامل مع المرض بشكل كفء في اغسطس 2020 النهارده بقت صاحبه اعلى معدل وفيات واصابات في افريقيا وفي المنطقه العربيه. ليه؟ ايه السبب؟ هو الحقيقه من ظهور الجائحه والفيروس يعلمنا حاجات كتير ودروس كتير الحقيقه، ويمكن تونس احد هذه الدروس، انه الالتزام بالاجراءات واللقاحات هي المفتاح لتقليل عدد الحالات. الحقيقه اللي حصل في تونس انه كان في عزوف كبير جدا في الفتره الاخيره على اللقاحات، وبالطبع في تراخي نسبي في الاجراءات الاحترازيه مع وجود التحورات الجديده ادى الى انتشار المرض. والحقيقه انتشار المرض لما بنقارن تونس بدول زي المملكه المتحده اللي انتشر فيها برضه المرض هنجد في اختلاف كبير. الاختلاف قد يكون احد اهم اسبابه اللقاحات. اللقاحات ادت الى بالرغم من وجود زياده في عدد الحالات في المملكه المتحده، ولكن هذه الزياده لم تمثل عبء على المنظومه الصحيه. ايوه. لانه اغلب حالات بسيطه او اعراض اقل. لا، بسبب اللقاحات. وبالتالي اللقاحات حتى لو لم تقلل بشكل كبير جدا عدد الحالات او لم تنهيها، بالطبع هي قلت عدد الحالات. لكن ما زالت هناك عدد من الحالات. هو بيبقى عندهم مثلا 40,000 حاله اصابه وعندهم 20 وفاه. يعني بالضبط اعداد قليله جدا بالنسبه للوفاه. اشكرك جدا الحقيقه. ده يعني اهم العوامل اللقاحات. طبعا المنظومه الصحيه مختلفه وقوتها، ولكن المملكه المتحده نفسها واجهت مشاكل كبيره قبل اللقاحات. وتونس وأغلاف. تونس لغايه دلوقتي 50 اللي خدوا الجرعتين في تونس 5%، اللي خدوا الجرعه الواحده 11%. بالضبط. فاللقاحات بتلعب دور كبير جدا، والحقيقه اشكر سعادتك على اثاره هذه النقطه، انه في ما زال عزوف حتى في المجتمع المصري ومجتمعات كثير عن اللقاحات، وما زال في تخوف وما زالت المعلومات المغلوطه بتنتشر بشكل كبير عن اللقاحات اللي اثبت نجاحها واثبت ان وجود عدد كبير من الملقحين بيقلل من انتشار المرض وبيضمن وجود منظومه صحيه. يعني سبب اللي بيحصل في تونس عدم الالتزام بالاجراءات وضعف ضعف انتشار اللقاحات او ضعف اكيد. لكن هل السبب، عايز اسال عن سبب علمي، ده سؤالي الاخير اذا تفضلت، هل ده معناه هل في سبب ثالث وهو انه التحورات الجديده اكثر شراسه؟ اكيد بس ما زال اللقاحات هي خط الدفاع ضد اللقاحات. التحورات الجديده هي لقاحات مثيره للقلق مثيره للضعف، هكذا توصفها منظمه الصحه العالميه، ولكن ما زالت اللقاحات هو المفتاح لتقليل عبئها، تقليل اضرارها مع الاجراءات الاحترازيه. مفهوم. انا النقطه بس مهمه انه التحور بيتم بسبب انتشار الفيروس. الفيروس بيتحور كل ما يبقى عنده، ما هي دايره، كل ما الفيروس ينتشر كل ما التحور يزيد، تقفل الحكايه من المصدر تماما من خلال اللقاحات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم دكتور.